السيد السفير سامح عواد، اهلا بحضرتك معانا في اخبار اليوم. اهلا بحضرتك. وكلمنا النهارده عن حمله وحشتونا ودور الصفه ودور السفاره. جهد متميز من قبل هيئه تنشيط السياحه ومن قبل وزاره السياحه المصريه. واسمح لي ان اوجه تحيه لمعالي الوزير هشام زعزوع وزير السياحه على انه دايما عودنا وتحديدا عود البحرين وكل الدول العربيه والدول الخليجيه على انه يحترم كلمته، وان هذه التظاهره الجديده تظاهره وحشتونا هي مبرمجه منذ كان في زياره باسبوع ثقافي مصري في الاشهر الاخيره من العام الماضي، ووعد بحملة ترويجية رفيعة المستوى تبدأ من مملكة البحرين، واليوم يفي بكلمته. وهذه الحملة أتصور أنها ستكون ذات تأثير كبير وعامل من عوامل الجذب السياحي إلى مصر، خاصة وأن شعب البحرين في حالة حب فطري مع الشعب المصري، وأن شعب البحرين يتأثر لحظيا بما يجري في مصر. شعب البحرين من الشعوب المحبة للسلام والمحبة للحضارة والمحبة للإبداع والمحبة لتذوق الفن، وكل هذه الأمور موجودة في مصر، ومصر هي مهدها الطبيعي، وهذا ما يعيه تماما شعوب دول الخليج والبحرين على رأسها، خاصة وأن البحرين كانت من أوائل الدول الداعمة لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. والزيارة الملكية في أكتوبر الماضي كانت تتويج لهذا الدعم البحريني للتغييرات التي حدثت في مصر منذ 30 يونيو. فندم، التأثير ده على سياحة مصر لو الدول العربية شاركت في زيارة مصر فعليا، ده هيطور مصر اقتصاديا وسياحيا؟ الدول الخارجية تواصل دعمها بكل الأساليب لمصر، والدول والدول الخارجية ستتوافد منها أعداد غفيرة من السائحين في مصر، لأنهم هناك محبة كما قلت لحضرتك، محبة طبيعية فطرية بين مصر وبين هذه الشعوب، ويعلمون جيدا أن مصر وإن كانت في محنة فقد بدأت تتعافى من تلك المحنة، وباتت السيطرة تدين للدولة المصرية للشعب المصري المحب للحياة وللاستقرار.